يسأل أخونا فيقول: هل يجوز لبس الخواتم والدبل للنساء وأن يراها في أيديهن غير المحارم، أم أنها تعد زينة لا يجب إظهارها إلا للزوج؟ وهل لبسها لإعلان الخطبة علامة واضحة؟ يجوز للمرأة أن تلبس الحلي من الخواتم وغيرها من جرت به عادة المسلمين، لأن المرأة بحاجة إلى الحلي ليكمل من نفسها، والله سبحانه وتعالى يقول: أو من ينشأ في الحلية المرأة أو في الفصال غير مبين. من عادة المرأة ومن لوازمها لبس الحلي ليجملها ويكملها، ولكنها لا تظهره لغير محارمها، لا يجوز لها ان تظهره بالحجاب لانه فتنه. والله تعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. دل على ان النساء في وقت نزول القران يغطين الحلي، قد نهينا عن اسماع صوته من تحت الثياب، فلا يجوز للمراه انها تظهر حليها امام الرجال الى جانب، لان ذلك فيه فتنه عظيمه. اذا ارادت الخروج فانها تغطي جسمها وتغطي حليها، تتستر مثل الواجب والظاهر. وأما لبس دبلة الخطوبة أو ما يسمونها من العادات، فهذه إن كان يصحبها اعتقاد أن لبس هذه الدبلة وهذا الخاتم يحدد المرأة إلى زوجها أو يحدد الزوج إلى امرأته، فهذه عادة جاهلية واعتقاد لا يجوز. أما إذا كان لبسها من باب العادات فقط وليس يصحب ولا يصحبها اعتقاد، فإنه يكون من جملة المباحات. جزاكم الله خيرا.